ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنبدأ سلسلة جديدة من الألعاب بالتعليق الصوتي. معانا أول لعبة المطلوب فيها إن احنا ننقذ الطفل ده. فأول مستوى طبعا هيبقى سهل زي ما انتوا شايفين، قدرنا إن احنا ننقذه بسهولة. مع الوقت المستويات هتبقى أصعب وهنشوف مع بعض. برضو زي دلوقتي الدنيا سهلة مفيهاش صعوبة. هنا ناخد بالنا، عندنا هنا على الشمال زي ما انتوا شايفين ممكن يموت، يعني لو عملت كده ده كده خلاص خسرت المستوى. مع الوقت هتلاقوا برضو فيه صعوبة أكتر وهنعدي المستويات بإذن الله مع بعض. هنا برضو لازم أبعد عنها خالص. زي ما انتوا شايفين هنا برضو السنون ديت بس موجودة على حاجة متحركة، فلازم لما اقطع الحبل اخد بالي ما تنزلش عليها. يعني كده تمام، كده احنا في الايه، في السليم، وعدينا كده المرحلة الخامسة. الحبل بيتحرك فناخد بالنا يا جماعة واحنا بنقطع الحبل. هنا امان نقطعه بالشكل ده. هنا لو قطعت الحبل اللي ماسك الطفل هيقع، فلازم دلوقتي اقطع الحبل التاني بحيث ان يكون في حاجة لما اقطع الحبل يقع عليها. نفس الكلام برضو المرة دي، هنقطع الحبل ده الاول وبعد كده الحبل بتاع الطفل. لعبة زي ما انتوا شايفين بتخلي الواحد يفكر، بصراحة هي ممتعة جدا مهما قعدت لعبت فيها مش هتخسر. ناخد بالنا مستوى الميل ممكن ينزلني يا اما عند الباب يا اما عند الحاجات المدببة اللي بتموت الطفل، فياخد بالي واقطع من هنا كده. هنا انا لو قطعت الحبل بتاع الطفل هينزل يموت، فانا لازم اروح جاي شايل الحبل ده الاول وبعد كده اقطع الحبل بتاع الطفل. ده صعب شوية بس إن شاء الله هنعمله. لو قطعت الحبل من تحت يبقى أنا ما عملتش حاجة، المفروض أقطع الحبل من على الشمال وبعد كده أقطع الحبل بتاع الطفل، وكده قدرنا إن احنا إيه نحرره. هنا بقى في حاجة جديدة في اللعبة، إن الطفل ده هينزل هيطلع هنا هينط هيدخل على الباب. هتفيدنا في المستويات الجاية، لأن المستويات الجاية زي ما قلت لكم هتبقى أصعب. ناخد بالنا إن هنا لو الطفل أنا شلت الحبل على اليمين هينزل على البتاع اللي بينط عليها هيخبط فوق هيموت، فأنت لازم تروح جاي قاطع الحبل من على الشمال وبعد كده تستنى عشان ما يقعش هنا، وتروح جاي قاطع الحبل من هنا والطفل يعدي. نفس الكلام برضو هنقطع الحبل من على اليمين الأول وبعد كده من على الشمال. هنا في حد محبوس هنقطع الحبل بتاعه الأول عشان نحرره، وبعد كده هناخد بالنا برضو عشان ما نتعورش نقطع الحبل من على الشمال وبعد كده من على اليمين. شخصية جديدة اتفتحت في اللعبة ممكن نبقى نستخدمها بعد كده بس احنا مش محتاجينها دلوقتي. دلوقتي اللعبة فيها شخصية جديدة ظهرت، يعني انا دلوقتي لو حررت الطفل شوف هيحصل له ايه، فلازم ان انا اخد بالي اموت الشخصية التانية وبعد كده احرر الطفل بتاعي. فاول حاجة راح جاي اقطع الحبل بتاع الشخصية دي يلا بالسلامة، وبعد كده نحرر الطفل. هنا برضو لازم نموت الشخصية الشريرة اللي طالعة، فهروح جاي شايل الحبل ده فيقع عليه يموت وبعد كده نحرر الطفل بتاعنا. هنا المستوى محتاج تفكير شوية، هنقطع الحبل ده الأول وبعد كده الحبل ده، كده الطفل إن شاء الله يقدر يطلع هنا وينط فوق ويدخل للباب. هنا برضو محتاجين شوية تفكير. أول حاجة هنقطع الحبل ده
وبعدين الحبل ده وبعد كده الحبل ده. أجمل حاجة في اللعبة إن هي بتخليك تفكر، فيعني بصراحة هي مسلية وفي نفس الوقت إيه بتخليك تفكر. نفس الكلام، عايزين نتخلص من الشخصية الشريرة هنا، فهنقطع الحبل هنا الأول بعدين هنا ونحرر الطفل بتاعنا بالسلام. إيه برضو هنا في حاجة جديدة ظهرت في اللعبة هوريلكم. مثلا أنا لو حررت الطفل الأول هيموت مني، فلازم أخد بالي، لازم إن أنا أقطع الحبل بتاعها الأول وبعد كده أروح جاي أقطع الحبل بتاع الطفل. نفس الكلام برضو، أقطع الحبل ده الأول وبعدين ده. هنا دي الشخصية الشريرة عايزين نتخلص منها، فنقطع الحبل بتاعها الأول، هيمشي ناحية الباب هيموت، وبعدين ننزل الطفل بتاعنا ونحرره. هنا محتاجة تفكير شوية، هنفك دي من هنا، فالشخصية الشريرة هيجي يمشي هيخبط فوق هيموت، بس لازم اخد بالي ما اقطعش الحبل من فوق عشان الطفل ما يموتش. لا، هقطع الحبل ده الاول وبعدين الحبل ده. هنا عايزين ده يموت برضو، فهنقطع الحبل ده الاول وبعدين نحرر الطفل. هنا نحرر برضو البنت اللي معاه وبعدين نحرر الطفل بتاعنا. شخصية جديدة برضو معانا بس مش محتاجينها دلوقتي. هنا برضو دي بتموت، يعني مثلا شايفين، فلازم اخد بالي كويس. اول حاجة اعملها اروح اقطع من هنا وبعدين من هنا. كان عايزين نموت الشخصية الشريرة بالسلامة. اللعبة مستوياتها كل شوية بتبقى أصعب شوية، ودي ميزة في اللعبة بصراحة. كده تمام، هنا محتاجين ناخد بالنا. لو انا فكيت دي الاول الطفل مات زي ما انتوا شايفين، فلازم اول حاجة اعملها ان انا افك الحبل ده الاول، بعد كده انزل دي عشان يبقى الطريق مظبوط لغاية الباب، وبعد كده اروح جاي محرر الطفل. هنا نفس الكلام، هنشيل الحبل ده الاول وبعدين ده. كده ماتت الشخصية الشريرة، وبعدين نكمل احنا. هنا المستوى ده صعب شوية، لو احنا مثلا عملنا كده زي ما انتوا شايفين الطفل مات، فلازم أأمن الطريق الأول. زي ما انتوا شايفين كده، هنا اللعبة في المستوى 31 في مدفع زي ما انتوا شايفين مثلا، فلازم اخد بالي كالعادة زي ما تعودنا نتخلص من الحاجة اللي ممكن تموت الطفل وبعدين نحرر الطفل نفسه. نفس الكلام هنا، هنا مثلا عايزين نتخلص من اتنين، من الشخصية الشريرة ومن المدفع. أول حاجة هنفك الحبل بتاع الشخصية الشريرة. المدفع موته، كده عايزين نتخلص من المدفع نفسه. تخلصنا من المدفع وبعد كده نحرر الطفل
نفس الكلام برضو، نعمل الحبل بتاع المدفع الأول وبعدين الطفل. ده زي المستوى اللي قبل كده برضو، هنعمل الشخصية الشريرة الأول وبعد كده المدفع وبعد كده الطفل نفسه. هنا دي برضو حاجة جديدة في قنبلة، فهنستخدمها أكيد، ليها استخدام. زي ما انتوا شايفين الطريق بقى ممهد قدام الطفل إن هو يقدر يخرج من الباب بسلام. اللعبة ممتعة جدا يعني، أي حد هيلعبها هيحس بالمتعة بصراحة. هنا ناخد بالنا، لو قطعت الحبل ده الأول ونزلت القنبلة هنا الطفل هيموت، فلازم أخد بالي أول حاجة أقطع الحبل من هنا وبعد كده من هنا، بس هنا برضو الطفل مات. فاحنا عايزين القنبلة تقع ما بين الشخصية الشريرة وما بين الحاجز اللي في النص، فهنعمل كده ونعمل كده تاني برضو نفس الغلطة. المستوى ده صعب بصراحة، محتاجين شوية تركيز. ده اللي انا اقصده، نتخلص من الشخصية الشريرة الأول وبعدين نحرر الطفل. في مستويات بتبقى عارف انت هتعمل ايه بالظبط، بس بتبقى محتاج دقة شوية في التنفيذ، زي المستوى اللي فات مثلا. هنا نفس الكلام، بقى في حاجة جديدة موجودة، المنشار ده مثلا، فاحنا هنقطع الحبل أول حاجة وبعد كده نشوف هيحصل ايه. كده الطريق تمام، يقدر الطفل يتحرر بسهولة. هنا احنا مثلا لو عملنا المنشار كده أول حاجة هيموت الطفل، فلازم أول حاجة أأمن الطفل فأبعده هنا. بس أنا لو عملت الحبل التاني هينزل للشخصية الشريرة وهيموته، فلازم دلوقتي نقطع الحبل بتاع المنشار وبعدين أقطع الحبل بتاع الطفل. هنا احنا محتاجين نركز، أول حاجة زي ما قلنا لازم نأمن الطفل فهنقطع الحبل ده، بعد كده الشخصية الشريرة مش مهم تموت بالسلامة مش فارقة معانا. الطفل يجري يجري، الحمد لله لحقنا. نفس الكلام هنأمن الطفل الأول وبعد كده نعمل المنشار، بعد كده نحرر الطفل نفسه. هنا المستوى صعب شوية، محتاج تفكير. فإحنا أول حاجة هنعملها هننزل الحبل ده. لا كده احنا حملناها غلط، يبقى هنعمل المنشار الأول. وبعد كده الحبل، بس لازم يكون الشخصية الشريرة في اتجاه المنشار نفسه. يعني هفهمكم دلوقتي، ايوه نقطع هنا عشان لما يلف هيطلع على المنشار ويموت، بعدين نقدر نحرر الطفل بسهولة. نحرر برضو الشخصية المسجون معانا وبعد كده ننزل القنبلة عشان الطريق يبقى سليم ونحرر الطفل. احنا في الوقت ده تقريبا عدينا 41 مستوى. اللعبة ممتعة يعني، وبتقتل الوقت انت ما بتحسش بيها تقريبا، يعني في مستوى 45 دلوقتي. بقى عندنا شخصيتين شريرتين، فاحنا هنفك كده الاول وبعدين عايزين نرمي عليهم القنبلة، فهنرمي هنا وبعدين هنا. اللعبة بقى فيها شخصيات جديدة، فيها دب
مثلا لو رمينا الطفل، طبعا انتوا عارفين اللي هيحصل. فأول حاجة لازم أموت الدب ده. هنا أنا عندي حاجتين عايز أتخلص منهم، أول حاجة الشخصية الشريرة، تاني حاجة هستنى الدب يرجع. مش هيرجع، يبقى احنا نستخدم القنبلة على طول وبعدين نحرر الطفل. نفس الكلام، هنموت الشخصية الشريرة، نقطع الحبل من هنا وبعدين من هنا. دلوقتي احنا في المستوى 49، أول حاجة نعملها ننزل الدب، وكمان مرة، بعدين نقطع الحبل ده، وبعدين الطفل يتحرر. هنا هنرمي الأكل للدب، هينشغل فيه، وبعدين الطفل يتحرر بسهولة. كده احنا عملنا حوالي 50 مستوى مع بعض. هنكمل الباقي في فيديو جديد ان شاء الله. محتاج اشتراككم في القناة وتعليقاتكم، ولو حد له تعليق على حاجة معينة او حابب نشتغل على لعبة معينة ياريت يكتب لنا، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. شكرا.